لوحة الكرامة عبارة عن تحفة فنية نفتخر فيها ودلالة على فخرنا بالشهداء. لوحة الكرامة تتكون من 4 مناطق: مركز الزوار، ميدان الفخر، نصب الشهداء وجناح الشرف. في البداية لما تدخل راح تشوف في ميدان الفخر، عبارة عن مسرح مفتوح يسع 1200 شخص. في منتصف المسرح في حوض، هذا الحوض عبارة عن 2 سنتيمتر، تحفة فنية رائعة تعكس جانب من مسجد الشيخ زايد والقيادة العامة للقوات المسلحة. راح نمشي من البداية من مركز الزوار إلين آخر مكان عندنا اللي هو جناح الشرف، في مثل حوض مائي بسيط. هذا الحوض استمدينا فكرته من فكرة الفلج في الماضي. بعد ما نخلص من ميدان الفخر راح نوصل عند تحفة فنية من 31 لوح ألمنيوم من إبداع الفنان البريطاني إدريس خان، تم اختياره من بعد مسابقة عالمية تأهل وتم اختياره من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد. الألواح منحوت عليها نحت أقوال أصحاب السمو، كلها ترتكز على القاعدة، مكتوب عليها قسم الولاء. بعدها راح نمشي راح نوصل لحوض يدور بشكل دائري، الماء فيه يتدفق بسرعة بشكل دائري، دلالة على الترابط بين الشعب والقيادة والفخر. بعدها راح نمشي نوصل عند جناح الشرف. جناح الشرف عبارة عن شيء دائري، يأخذ شكل دائري، مساحته 300 متر مربع، تحمل 196 اسم شهيد إماراتي، منحوته نحت على ألواح ألمنيوم مصهورة من آليات حربية. تبتدي من أول اسم اللي هو سالم الدهماني، أول شهيد إماراتي استشهد في 30/11، احتراماً وتقديراً له سمينا يوم الشهيد ب 30 نوفمبر بيوم الشهيد. في جناح الشرف راح تشوفون في هناك عندنا 7 ألواح مضغوطة، كل لوح من هذيل السبعة عبارة عن 5 ألواح مضغوطة ضغط مع بعض، مطبوع عليها طباعة قسم الولاء. المكان مسور بآية من سورة آل عمران، والمكان يحمل أسماء الشهداء، ينتهي ب 2016. واحة الكرامة عبارة عن مكان مفتوح للزوار 24 ساعة.